عشان كمان اوري ناس التنوع في مشاريع التخرج. المشروع اللي جاينا بقى عن الحانوتي يا جماعه، يعني مشروع الحانوتي مشروع جميل، وفي فكره عن مهنه الحانوتي عشان اكون محدد. عاملاه دريه عاطف لطفي وآلاء عصمان. نشوف جزء من فيلم تحت الطلب. دلوقتي احنا بنتكلم على مهنة الحانوتي، ومهنة الحانوتي من المهن الدينية اللي ليها قدسيتها وليها طقوسها في مصر. الحانوتي حاجة والتربي حاجة. الحانوتي هو اللي بيوصل لغاية التربي. من مهام الحانوتي التغسيل والتكفين والنقل. النقل الى الجامع لصلاه الجنازه، وبعد كده الى المقابر، ومن هنا يبتدي عمل الترب. اللي بيخش طبعا ايه بتسوى الزبون، بظبط انا الملامه اخلي متوفي زي كده، وفي العصر بشيله طبعا عشان المقلس دي ما فيهاش حتوفه. فانا دي حاجه اسمها زي الخده، فالمتوفي بيجي من ايامه يزق اضراب، والضراب بيتقل بنقول عليه ونشط تراب ايه عليه كده من فوق، كفن متقفل طبعا. دي النوم الاخير. زي ما شفنا جزء من مشروع التخرج عن مهنة الحانوتي. الحقيقة أنا بشوف إن هو برضو موضوع مش سهل، يعني يمكن بحكم الخبرة والتجربة عارف قد إيه في صعوبات في تصوير مثل هذه الموضوعات. احكوا لنا بقى الصعوبة. أولا الفكرة جت إزاي؟ إشمعنى الحانوتي؟ الحقيقة إحنا فكرنا في أفكار كثيرة جدا، وكنا خلاص دي اللي بنتناقش عليها، وتقريبا كنا شبه متفقين على فكرة هنبدأ بتنفيذها. بس جت زميلتنا إسراء عبد العظيم قالت لنا أنا اتفرجت على حلقة كانت بتاعت أستاذ مفيد فوزي، وكان طالع معاه شيخ الحانوتية. لان احنا كنا رغم ان احنا يعني اتفقنا على الفكره، بس كنا برضو ما زلنا بندور على حاجه جديده غريبه وحاجه فعلا نناقشها. فجت بقى قلنا خلاص تمام، بدانا كلنا نتفرج على الحلقه، وبدانا بقى نعمل سيرش، بدانا نوصل ليه، وكلمنا الدكتور ان احنا هنغير الفكره وهنعمل كذا كذا. قالت لنا تمام جدا وحلو قوي، وبدانا. ده كانت بدايه الفكره. الصعوبات اللي قابلتكم في التصوير؟ انت مصوره، انا شايفك مصوره تحت في المقبرة من تحت، ده شيء صعب أنا عارف، مش سهل بالتأكيد، كان فيه يعني مشاكل. هي الصعوبات اللي كانت موجودة كانت صعوبات نفسية أكتر ما هي بدنية، إن إحنا نخش المكان ده وإن إحنا لوحدنا وهننزل تحت والميتين، وإحنا يعني أكتر حد فينا بيقف برا المقابر لما يروح يزور حد، عمرنا ما دخلنا. فكرة إن إحنا لا إحنا هننزل وهنصور تحت، إحنا لازم نوري الناس كل حاجة، دي كانت بالنسبة لنا حالة نفسية تانية خالص، فدي كانت أكتر صعوبة بالنسبة لنا. دكتورة لما عرضوا عليكي موضوع الحانوتي وكان رايح عليكي، هما كانوا متخوفين جدا، بس انا شجعتهم جدا، قلت لهم بالعكس الموضوع هيطلع رائع، لانه انا مهتمه جدا ازاي يدوروا على الفئات المهمشه اللي هي الناس ما تعرفش فعلا. يعني الناس تعرف انه في مهنه اسمها الحانوتي، انما ما تعرفش حتى الحانوتي ده معاناته اليوميه شكلها ايه، عيشته شكلها ازاي، الناس بتبص له ازاي، هو على المستوى النفسي وعلى المستوى الإنساني عايش إزاي. برضو دي حاجات مهمة جدا الناس لازم تعرفها، والناس لازم تعرف إنه المهن دي إحنا أحيانا بنبص لها بشكل يعني إنها مهن، بالعكس إن دي مهن أساسية في حياتنا، ومن غير لو ما تواجدتش في الحياة دي ممكن تعمل مشاكل فظيعة جدا. فده كان مهم جدا إنهم يعني يلمسوا في مشاكل المجتمع، في الفئات المهمشة داخل المجتمع اللي هي الناس مش عارفة حقيقة المهنة دي ايه ولا اهميتها ايه داخل. فانا الحقيقة عجبني جدا معالجة الموضوع، انا ما كنتش متصورة انهم هيعالجوه بالجرأة دي، لانه الحقيقة كانوا في منتهى الجرأة
انهم ينزلوا المقابر تحت وهم بنات وينزلوا يصوروا بالشكل ده. انا صراحه اتفاجئت بمستوى المعالجه اللي هم عملوها، فانا بجد بحييهم. الموضوع كان، وانا بحييك على يعني هذا الموضوع قريته على باقي المشروعات. انا بشكركم جدا يا جماعه، تنورتونا في الفقره الاولى، عشان احنا بعد الفصل هيكون معانا زملاء اخرين ليكم ان شاء الله، هيكونوا مع الدكتوره سوزان برضو من تلامذتها وعاملين مشاريع تخرج متميزه. بشكركم، نطلع لفصل، واحنا قبل الفصل نشوف جزء تاني عن الحانوتي. يعني من المواقف برضو الحزينه اللي الواحد مر بيها، لكن يمكن دلوقتي انا مثلا هحكيها كانها نقطه يعني، لكن هي بالنسبه لي في توقيتها كانت صعبه جدا وشديده عليا جدا. ان انا كنت قاعد على باب المكتب ومعايا اصدقائي قاعدين على باب المكتب، وفوجئنا بواحد جاي يندى، صديق من اصدقائي، يقول لك تعالى عشان والدك تعبان. فانا اوريدي طبيعي واحد والده تعبان وصاحبي لازم اتحرك عليه طبيعي، وبالفعل اتحركت معاه طبيعي جدا، ونسيت انا بشتغل ايه ونسيت كل حاجه، جريت فعلا جري. اول ما طلعنا البيت لقينا والده تعبان، لقيت والده باصص له كده، قال له ربنا يخليك يا ابني جاي وجايب لي الحانوتي معاك، متشكر يا ابني منك قوي. والله صدقوني مش انا بس، انا وكل جيلي اللي بيعمل في هذا المجال عن عائلته نفسه يستريح. عايزين نستريح بقى، او تعاملونا معامله كويسه، لكن احنا عايزين نستريح كفايه. وحدوه وحدوه، كله فاني الا هو، يا ابن ادم كله فاني، يا ما رايح ساب مكانه لحد تاني، واللي ما بين ده وده مش يوم وساعه لا ثواني، كله فاني يا ابن ادم، اوعى يا انسان تتوه. وحدوه، هم دول الكلمتين اللي الحانوتي يخش بيهم على البيوت، كل ما واحد يموت قلبه كان اول زباينه، يوم ما خلى الموت في عيشته اكل عيش. رغم ذلك كل شيء جنب الحانوتي بالحانوتي بيتعرف، اللي على الناصيه هناك بيت الحانوتي، والولد ده ابن الحانوتي، والعجوزه ام الحانوتي، واللي ماشيه هناك وحلوه بس وحشه، وحشه ليه؟ اكمنها بنت الحانوتي. واوعى من القهوه اللي فاتحه جنب دكان الحانوتي، يا عداء اكل الحانوتي، كل ما في عيشه الحانوتي شغلوه الناس حانوتي.